في إحدى الليالي مثل العديد من الليالي الأخرى التي اعتادوا فيها على الغارات الجوية الإسرائيلية، وجدت أسرة الفلسطينية ريم جبر نفسها بين الركام وصراخ الناس، وبعد إنقاذها تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى الوحيد الذي يعمل في وسط غزة. وفي داخل أروقة المستشفى تجد العديد من المصابين على سرير واحد في الممر أو يستلقون على الأرضية، حيث يعاني الجرحى في المستشفى من النقص الحاد في المستلزمات وتدهور الوضع الصحي. ودونا على مستشفى شهداء الأقصى بسبب أنه كان عندي حروق في رجلي ووجهي زي ما أنتم شايفين، ردود المشاعر يعني كتير كتير كانت، وخوف طبعا. هنا في مستشفى شهداء الأقصى يعني احنا نقلنا من مستشفى العودة بناء على انه مستشفى شهداء الأقصى فيه امكانيات يعني تسع الجرحى والمصابين، لكن انا جيت هم صراحة صدمت من المشهد. فيش غرف للمصابين، انا يعني قاعدة في ممر، قاعدة انا، أمي بتنام جنبي على السرير وهي متصوبة، يعني أنا وعائلتي كلنا تصوبنا، خواتي بناموا على فرشات في قسم الاستقبال، كل يوم بيجوا مصابين موتى بموتوا عندهم، بحطوا مصابين في الغرف الاستقبال تحت وبموت عندهم، كذا مرة مات عندهم مصابين. لا يوجد داخل المستشفى متر واحد لا يوجد فيه مريض أو جريح أو نازح، وبحسب الأطباء العاملين داخله يحوي قسم الطوارئ 20 سريراً في الصالة الداخلية، جميعهم مشغولون، وأي جرحى جدد يعالجون على الأرض دون أي معدات طبية ودون أخذ أي علامة حيوية. صراحة أنا من أول ما دخلت المستشفى نفسيتي إذا ما كانش تعبت من الإصابة هتكون تعبت من المشهد اللي أنا شايفاه من كوم الناس، من الـ من الـ الأوساخ الموجودة. غير هيك لما أنا أنزل على الخيمة تحت أطباء بلا حدود بدي أفحص، يكشفوا لي على الحرق تبعي، يغيروا لي المصعد عطلان، أنا في الطابق الثالث بوصلش إلى الطابق الثاني، طب هاد خلل، بدنا نجمع قريبنا وينزلونا على المقعد، على الدرج بنزلون، يعني هاد الشغل كتير ضايق كتير وبتألم. غير هيك كان في أنبوب في من رئتي وبتألم يعني، وصبرنا الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للإمدادات الطبية في غزة، وشدد المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي يجب حماية المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية في كل الأوقات.